إذا راجع على السريع الوصول متأخرين. في عندنا هون بدينا المرة الماضية إنفرتر سيركت، إنفرتر سيركت فيها أربعة سويتشز سنجل فيز إنفرتر. أخذنا فولتج دي سي، دي سي فولتج سورس، دي سي فولتج سورس في الحالة هاي أصلا مقدارها قديش؟ 100 فولت، 20 فولت. عندي هون 20 فولت دي سي، وعمالي بغذي هذا السنجل فيز إنفرتر للإندكتيف لود. إندكتيف لود في ال 100 ملي هنري وآر 10 أوم. الهدف إني أطلع الكرت. تذكر اشتغلنا المرة الماضية طلعنا المعادلات، المعادلة بتطلع معي هون بالحالة هاي ماينس اي نوت اي تو ذا ماينس، هاي بالفترة اللي عماله بزيد فيها، يعني للفترة هاي والفترة اللي عماله بنزل فيها بعمل ديكي راح تكون عكسها، راح تصير ماي نوت اي تو ذا ماينس تي ار على ال ماينس في دي سي على ار واحد ماينس اي تو ذا تي ار على إذا هذا الكرنت اللي ماشي هون بقدر احسب قيمته في اي لحظه من المعادله الموجوده هون طلعناها المره الماضيه، وعكسه بس بضربه في ماينس بكون هذا نفسه معكوس هون عند الفتره هاي اللي هو بكون بيعمل عماله ديسشارج فيها، بس اخذت هذه حطيتها هون ضربتها في ماينس، وهاي اخذتها ضربتها في ماينس وحطيتها هون. الهدف اول شيء اني بدي اطلع البلس اي نوت والماينس اي نوت. البلس اي نوت هي موجوده المعادلات عندي هون، عندي في دي سي بيساوي 20 فولت، ار بيساوي 10، بعدين بدي اخذ القيمه هاي واقسمها على القيمه هاي، تي عندي بتساوي 0.01 سكند واف بتساوي 100 هرتز. خلينا نحسب اذا اول شيء اي نوت اذا قيمه اي نوت بتساوي 20 في دي سي 20 على 10. شو بمثل هذا على فكره ال 20 على 10؟ اي تيار 20 قبل ما اضرب لسه في الاشياء هذه كانه القيمه اللي راح يوصلها لو ضل زايد يزيد يزيد، لو اعطيته فتره طويله يزيد يزيد هي اخر قيمه راح يوصلها، بس انا ما بخليه يوصلها لان شو بعمل؟ برد بعكس وبنزل مره ثانيه. اذا 20 على 10 بعدين عندي هناك 1 ناقص اي اي تو ذا ماينس قديش؟ تي اللي هي 0.01 في ار اللي هي 10 على 2 ال، ال قديش؟ من هي 0.1 في 2 شو بتصير؟ 0.2 على نفس القيمة بس 1 زائد مضبوط، وهي بتصير e to the minus 0.01 في 10 على 0.2 مضبوط وتساوي المفروض إذا بدها تطلع معي 0.49 امبيرز. طيب هاي شو معناها؟ معناها انه القيمة هاي اللي موجودة هون بتوصل 0.49 امبيرز، والقيمة اللي موجودة هون بتوصل ماينس 0.49 امبيرز، فالويف فورم صارت سيمتريكال حوالين هذول الاثنين. هلا قلنا تي قديش بتساوي؟ 0.01 اللي هي 10 ملي سكندز مضبوط؟ إذا نصها شو بتصير؟ 5 ملي سكندز، إذا هاي من هون لهون لو فرضت إنه هاي 0 ملي سكندز، هاي 5 ملي سكندز وهاي 10 ملي سكندز. هلا لو اجيت انا بدي اخذ او خليني اخذها من الفتره اللي بتبدا تطلع فيها حتى تكون هذه بوزيتيف، فاعتبر تي بتبدا اعتبر الزمن بيبدا من هون، بدي اركز على 10 ملي سكندز هدول، هدول 10 ملي سكندز 1 بيريد. هاي النقطة 5 ملي سكندز من البداية وهاي 10 ملي سكندز من البداية. هلا لو اجيت طلبت مثلا بدي الكرنت 3 ملي سكندز هون، هاي كلها 5، 3 يعني تقريبا يمكن هون. إذا هون عمالي بسأل قديش قيمة اي ات 3 ملي سكندز؟ شو بعمل؟ ايش بستعمل؟ أي معادلة بدي أستعملها؟ بستعملها مش هيك؟ لأنه هاي تبعت الشحن، يعني هاي رح أستخدمها من 0 ل 5 ملي سكند وهي رح أستخدمها من 5 ل 10 ملي سكند. إذا هون بعوض في دي سي اللي هي 20 على 10 2 بعدين عندي 1 ماينس اي تو ذا ماينس تي ايش بعوضها هون؟ 3 ملي سكند، مش هيك القيمة اللي بدي اياها 3 ملي سكند اللي هي بوينت ماينس بوينت 003 ار قديش قيمتها؟ 10 وال 0.1 هذا الجزء الأول، الجزء الثاني ماينس قديش اي نوت؟ 0.49 ومضروبة في اي تو ذا ماينس كمان نفس الشيء 0.03 في 10
على على 0.1 ملي. نحسب هدول قديش بيطلعوا معنا هدول؟ نحسب اول شيء الجزء هذا اللي هو 0.003 مضروب في 10 على 0.1 نضربه في ماينس 1 وبعدين نرفع اي لهي القوة بعطيني 0.74 هاي القيمة بتطلع 0.74 واحد ناقص هذا الجواب بيطلع 0.25 مضروب في 2 بعطيني 0.518 مضروب تأكد منها 0.518 ماينس بعدين ناخذ الجزء الثاني، الجزء الثاني تأكد من أول مرة ثانية 0.003 ضرب 10 على 0.1 في ناقص 1 نرفع شيفت إي للجواب يطلع 0.74 مضروب في 0.49 بعطيني 0.363 وبيطلع معي الكرنت عند النقطة هاي اللي هو 0.51 يطلع 0.155 هل هذا الرقم منطقي؟ هو من وين بدا؟ ماينس 0.49 وين رايح؟ بلس 0.49 انا وين اخذته تقريبا؟ بعده نص بشوي مضبوط؟ لاني اخذته قد قديش؟ 3 ملي سكند والكل هي 5 ملي سكند فبتوقع انه يكون فتره هون فمنطقي هذا الرقم هو اقل من 0.15 مضبوط طلع معك هيك مضبوط 0.155 امبيرز طيب جاوب جواب ثاني السؤال كمان بسال عندي عند 3 خليني اخذ قيمه من القيم اللي هون يعني مثلا خليني اخذها عند 8 ملي سكند اي معادله بدي استخدم الان استخدم المعادله هاي وهاي بالنسبه لها راح افترض انه هذا الزيرو فهي كم ملي سكند بعد النقطه هاي 3 فمعوض لها 3 ملي سكند هلا المفروض تطلع معي ناقص القيمة هاي لأنه نفس يعني كانت انعكست منها خلينا نتأكد منها ونشوف إذا راح آخذ الآن أي هلا إذا أخذت 3 ملي سكند راح يطلع نفس الجواب خليني آخذ شيء ثاني عشان يكون طبق شيء ثاني خليني آخذها عند 9 ملي سكند إذا 9 ملي سكند إذا من النقطة هاي قديش راح تكون؟ 4 إذا راح آخذ 4 ملي سكند بس اي معادله بدي اطبق؟ هاي المعادله اللي هون بصير عندي 0.49 مضروب في اي تو ذا ماينس 4 ملي سكند مضروب في ار اللي هي 10 على 0.1 ماينس وبعدين هون راح يكون دي في دي سي على ار اللي هي 20 على 10 2 1 ماينس اي تو ذا ماينس 0.004 مضروب في 10 على 0.1 نحسب هذول ناخذ الجزء الاول، الجزء الاول عندي 0.004 مضروب في 10 على 0.1 كله بيطلع؟ لا هي جزئيه هاي جزئيه قديش بتطلع 0.3؟ 0.3؟ 2 هاد هاي مضبوطه الجواب الكلي حوالي 0.33 مش هيك ماينس 0.33 هل منطق انه يكون نيجاتيف؟ طبعا لانه هي قيمته كمان 1 ملي سكند قديش رح تصير قيمته؟ ماينس 0.49 هو 0.33